السلام عليكم، معكم فنان شعبي عبد الله الداودي. كنبغي نقول للمتتبعين والمشاهدين ديال الاستاذ تي في، كنقول لهم رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وطول العمر. وبالنسبه لهذه المشاركه ديالنا في هذا الدوري هذا، هي فرصه للتعارف مع بزاف ديال الفراقي، مع تلاقينا مع بزاف ديال اللعابه اللي كانوا كيأتوا الدوري المغربي. كنقول لهم شكرا لكم على الدعوه، شكرا على كل ما عملتوا على قبلنا، وكنتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم. ما بغاش نشكر اليوم، وان شاء الله نكونوا بالنسبه للجديد ديالي ان شاء الله غادي يكون من بعد رمضان ان شاء الله. كاين جديد، كاين حل. شكرا.